مشاهدينا الكرام إلى هذا العدد الجديد من برنامج لقاء خاص، والذي سنتطرق فيه إلى دور المنظمات الجماهيرية في التكيف مع المرحلة الجديدة، خاصة وأننا تفصلنا أيام قليلة عن تخليد الذكرى الرابعة لاستئناف الكفاح المسلح. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ومواضيع أخرى أسعد باستضافة الأمين العام لاتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب الأخ سلمى البشير. أهلا بك. شكرا جزيلا على الاستضافة. أهلا بك. إذن الأخ سلمى، في البداية كما ذكرت تفصلنا أيام قليلة عن تخليد الذكرى الرابعة لاستئناف الكفاح المسلح، يعني كيف ساهم الاتحاد في دعم المؤسسة العسكرية وأيضا يعني تخليد هذا الحدث، خاصة أنه حدث تاريخي في كفاح الشعب الصحراوي؟ شكرا جزيلا على الاستضافة. بداية زين عندي نشكركم بالف في التلفزيون الوطني وفي وسائل الإعلام كاملة على المرافقة وعلى التغطية وعلى هذا الحضور المشرف لنا كمناضلين وكمناضلات والمشرف للشعب الصحراوي عموما. في الواقع الذكرى الرابعه للعوده للكفاح المسلح 13 نوفمبر تقترب في ذكرها الرابعه، وهذا يخليني بدايه نبعث بتحيه تقدير وتبجيل وتثمين لمقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي اولئك الرجال الذين منذ تلك اللحظه وهم يسجلون يوميا كل يوم أعمال قتالية مبهرة، يوميا يكبدون المحتل المغربي خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. إذا تحية كبيرة لهؤلاء، هذا أمر يستحق أنه الرجل يتفطن له والرجل يثمنه، على أنه منذ 13 نوفمبر حتى اليوم ما خارج نهار ما فيه عمل قتالي متكامل بكل أركانه. وبالتالي تحية كبيرة لمقاتلنا في نواحي جيش التحرير الشعبي الصحراوي، تحية لكل مقاتل وتحية لكل صامد وتحية لكل ثائر. ولكن أيضا أستغل هذه الفرصة لأترحم على الشهداء الأماجد الذين سقطوا في هذه الحرب منذ ذلك الوقت، ولكن أيضا الدعوة بالرحمة والغفران لشهدائنا الذين سبقوهم على امتداد هذه العقود الماضية من الصمود والتضحية. فبالتأكيد أنه في الحقيقة عن سؤالكم، في الحقيقة الاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء وادي الذهب كجزء من كفارة من فروع الجبهة وكجزء من التنظيم السياسي منذ ذلك الوقت، يعني وهو يبذل جهود من أجل على كل حال التكيف مع هذه العودة للكفاح المسلح، خاصة وأن كنا في حوالي 30 سنة من مرحلة لا سلم ولا حرب، 30 سنة من الانتظار، 30 سنة من المواعيد ومن التعاطي. الحقيقة اللي ما نقول على أنه ما نبغى نقول عنه ما هو إيجابي، يعني بعد ما كان بدأ على قدر يعني آمال وتطلعات وطموحات الشعب الصحراوي. بالتالي 30 سنة من التعاطي مع الأمم المتحدة والمنتظم الدولي تحت يعني مباريات مختلفة، على أمل أنه المنتظم الدولي يتمكن من تنظيم الاستفتاء اللي على كل حال من خلاله يقرر الشعب الصحراوي مصيره. إذا بالعودة للكفاح المسلح كانت لحظة فارقة، كانت لحظة مهمة جدا، كان قرار تاريخي مفصلي بكل المقاييس. وبالتالي منذ ذلك الوقت تقريبا مؤسسات الجبهه الشعبيه كافه والدوله الصحراويه فعمليه مستمره للتكيف ولاستعاده روح الحرب، لاستعاده ظروف الحرب، لانه في الحقيقه الكفاح المسلح والعوده للحرب والعوده لتقديم الشهداء وتقديم الدماء، العوده لظروف الحرب مختلفه تماما عن أي ظروف اخرى. وبالتالي العوده للتكيف مع هذا الامر في الحقيقة يتطلب وقت، واعتقد على انه الجبهه الشعبيه والدوله الصحراويه والحكومه الصحراويه وما التنظيم السياسي وكل هيئات الشعب الصحراوي يعني منذ ذلك الوقت هي منخرطه في محاوله يعني التكيف والانسجام وتقدير اللحظه. يا غير ملي تكيف البرامج المؤسساتيه، يسوء منها اللي يتعلق بالخدمات، يسوء منها يتعلق بالامور الثانيه، يسوء في الخارج ويسوء في الداخل، هذه الجهات كامله منخرطه في محاوله التكيف. وبالتالي اعتقد على انه فهم خطوات لباس بها في هذا الاتجاه. احنا في الاتحاد العام للعمال الصحراويين في الحقيقه ايضا منذ ذلك الوقت احنا منخرطين في هذه العمليه. تذكري اختي الرباب بانه كانت في بدايات العوده للكفاح المسلح خاصه في 2021 و2022 كانت فهم يعني محاوله جاده واعطت ثمارها، محاوله يعني التجنيد ويعني هذا يتعلق بوحدات الدعم والاسناد، واللي كان يعني الاتحاد العام للعمال الصحراويين من خلال ما التنظيم السياسي هو الجهه المؤطره
والمنظمة لهذه الوحدات، وتم يعني تقريبا تدريب يعني العشرات وبل المئات من الرجال في ولايات الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وتنظيمهم في وحدات معينة كسند وكاحتياط لجيش التحرير الشعبي الصحراوي. يا غير ملي حاولنا على كل حال من خلال بعض يعني الوقفات الاخرى، بعض الاجتماعات الاخرى، بعض اللقاءات الاخرى، على ان ننخرط في موضوع التوجيه وموضوع التحسيس وموضوع يعني التعبئه والتحريض، يعني من اجل على كل حال حشد الطاقات كامله وتجنيد الطاقات كامله لربح هذه المعركه، واللي بالتاكيد قدرنا في النهايه هو ربح هذه المعركه. ايضا على الصعيد الدولي، الاتحاد العام للعمال الصحراوي من خلال يعني شركائه، من خلال علاقاته الدبلوماسيه في كل القارات ومع كل النقابات ايضا، كان في حوار مستمر ومن خلال رسائل معينه، من خلال مشاركه محطات دوليه معينه، من خلال خطاب موجه للساحه الدوليه بانه الشعب الصحراوي بعد 13 نوفمبر خرط في مرحله جديده من الكفاح المسلح، مرحله تتطلب مزيد من دعم الاصدقاء، تتطلب يعني انه الاصدقاء ايضا يفهموا ويحسوا ويعرفوا علاه الشعب الصحراوي عاد الكفاح المسلح. هو طبعا بعد الخرق الفاضح اللي كان في ذاك التاريخ في ثغرات القلقلات، وبالتالي حاولنا على ان نستجمع ونتقاسم الافكار، نتقاسم يعني المعلومات، نتقاسم المبررات القانونيه والسياقات كامله مع 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 شركائنا في هذا العالم. اياك في الحق نوصلوا كاملين لتوحيد الفكره وتوحيد الموقف. وبالتالي اعتقد على انه الان الاتحاد العام كباقي مؤسسات الدوله الصحراويه والجبهه الشعبيه تحرير الساق الحمراء ذهب، يعني واقفين على خطوات لا باس بها في اطار التكيف مع المرحله الجديده، مرحله ما بعد 13 نوفمبر. اذا الاخ سلام البشيري، ونحن نستحضر يعني استئناف الكفاح المسلح في 13 نوفمبر، وهو يعني تاريخ مفصلي في تاريخ الشعب الصحراوي، والهبه اللي عرفها الشباب الصحراوي لدعم المؤسسه العسكريه، والهبه اللي عرفتها يعني جميع مؤسسات الدوله الصحراويه من اجل الانخراط في المؤسسات العسكريه والدفاع عن الوطن، خاصه بعد الخرق السافر لوقف اطلاق النار في ثغره القرقرات. هل تم يعني التكيف مع هذه المرحله؟ هل تم الاستثمار في هذه الهبه؟ في الحقيقه سؤال مهم جدا وجوهري. اتذكر بانه يوم 13 نوفمبر بعد القرار التاريخي للعوده للكفاح المسلح، ويوم 14 نوفمبر و15 نوفمبر و16 نوفمبر 2020، في الحقيقه عرفت مخيمات العز والكرامه، وعرفت يعني كل النقاط اللي فيها الصحراويين حتى في الاراضي المحرره وحتى في اوروبا وفي ساحات الجوار، هبه حقيقه كانت رائعه بكل المقاييس، هبه كانت متميزه، هبه في الحقيقه اظهرت اجماع فعلا. الصحراويين فعلا. وأظهرت تمسك الصحراويين بحقهم في تغيير المصير، ولكن أيضا استعدادهم لتقديم مزيد من الدماء وبالتالي تقديم مزيد من الشهداء من أجل على كل حال الدفاع عن الحق وفرض خيارات شعبهم في الحرية والاستقلال. هذه الهبة في الحقيقة الجميع يتذكر تلك الظروف اللي جات فيها الهبة، ونتذكر أيضا على كل حال الواقع الاجتماعي، الواقع السياسي، الواقع اللي موجودة في المنطقة بشكل عام. وبالتالي لابد في البدايه من نحيي اولئك الشباب والشابات الذين شاركوا في تلك الهبه، ولكن ايضا الرجال والنساء، الرجال الذين جاءوا ايضا من اوروبا ومن ساحه الجوار. فقد هبه لم تكن على الشباب، حتى الرجال، حتى الكبار، حتى المسنين، الجميع الصحراويين بكل اطيافهم شاركوا في تلك الهبه. واتذكر بان هناك رجال كبار كانوا ربما في 60 و70 من اعمارهم، جاءوا ايضا من ساحة الجوار ومن المخيمات، جاءوا حتى من اوروبا وتركوا العمل هناك وتركوا يعني الهجره يعني وما اليه والتحقوا بجيش التحرير الشعبي الصحراوي. اذا كانت هبه مهمه جدا واساسيه، وبالتاكيد انها خلقت اعطت ثمارها نعم. حق المستوى يعني المستوى الالتحاقات اللي خلقت، وحتى مستوى التكوين ومستوى فتح المدارس العسكريه بما فيه مدرسه يعني 12 اكتوبر اللي تم ترميمها من جديد وفتحها من جديد، وبالتالي كان فم يعني في الحقيقه يعني منظر لحظه في الحقيقه، انه مدرسه الشهيد وليد العسكريه، قاعده الشهيد هداد، مدرسه الشهيد عمي، مدرسه 12 اكتوبر، هذه المدارس كانت ملأة تماما، يعني ملانه من الشباب، ملانه من الرجال اللي في الحقيقه مستعدين كاملين للقتال والالتحاق بجيش التحرير الشعبي الصحراوي. وفعلا تم بعد ذلك الاستثمار في ذيك الهبه بتكوينات عسكريه هنا وهناك، بدعم من واحد جيش التحرير الشعبي صاحب مزيد من الرجال. يا غير مهم بغير غدا نقول عنه في حق الهبه، رغم تثميني الكبير لذيك الهبه قبال وذاك اللي بتنا عليه عقب ذاك من الاشياء الايجابيه، قبل حق الهبه يجب ان لا تكون امر يعني مؤقت او ظرفي او فعل حماسي. نعم. في الحقيقه يجب ان تكون قناعة. في الحقيقه نعم. الهبه
اللي عودونا عليها دوك اللي عدوها 13 تنبر يقال الهبة هما اللي التاريخية اللي عدوها الصحراويين في يوم 10 ماي 1973 بعد تأسيس الجبهة الشعبية وبعد 20 ماي العودة يعني الكفاح المسلح انطلاق الكفاح المسلح انطلاق الكفاح المسلح في 73 نتذكروا في ذاك الوقت على أنه الصحراويين جاءوا عن بكرة أبيهم جاءوا من موريتانيا جاءوا من الجزائر جاءوا من داخل المغرب جاءوا من إسبانيا من فرنسا من هولندا التحقوا وكان التاريخ يعيد نفسه نفسه تماما وكانت الوحدات الأولى جاءت تحت الشعب الصحراوي من هؤلاء الرجال إذا الهبة واستمرت بعد ذلك هناك أيضا هبات أخرى هناك أيضا الهبة التي كانت في 79 وآلاف الرجال اللي التحقوا بجيش تحت الشعب الصحراوي بعد التحاق يعني مزيد من الانطلاقات من الجنوب من ساحات أخرى في نهاية 78 وبداية 79 دي كانت هبة أيضا هبة كبيرة جدا واستمرت حتى في على ما أذكر أيضا هبة أخرى في 84 ولا 85 ولا 83 ولا 84 كانت أيضا من التحاقات كبيرة بجيش تحت الشعب الصحراوي ومخيمات العز والكرامة من الريف ومن البوادي وكذا إلى آخره وبالتالي الهبة أو الهبات يجب أن تستمر تستمر بالتالي ليست فعل مربوط ولا مربوط ولا محكوم بلحظة معينة ينتهي معها يغرم لي الهبة رغم ما فيها من حماس يجب أن أيضا ترفق بمزيد بأنه يتحول الحماس إلى عقيدة في الحقيقة يتحول الحماس إلى قناعات إلى إيمان بهذا الهدف اللي أنا جايز وبالتالي من غير مقبول على أنه أيا كان الهبة أو الاتحاق أو تلبية نداء الجبهة اللي سمعناه وتلقيناه وإحنا صغار سبعينيات القرن الماضي وما زال قائم إلى حد ساعة بأنه التجنيد والالتحاق بجيش تحرير الشعب الصحراوي والدفاع عن الوطن والدفاع عن الأرض والدفاع عن الصحراء والضرورة على كل حال أنه الصحراء الغربية تستقل وتتحرر شبر شبر هذه المسؤولية التاريخية هذا حق الصحراويين إحنا هم اللي طردنا صبايا من الصحراء إحنا هم اللي عاقب ذاك واجهنا التقسيم ومحاولة الإبادة وبالتالي هذا حقنا إحنا ما نظالم من حد وبالتالي الهبة أمر يجب أن يستمر والدعوة للهبة اليوم والصبح والنهار الثاني دعوة عاجلة وبالتالي الصحراويين ياتنا بصراحة وبصدق ما نربط التحاقي بالمؤسسة العسكرية والله بمؤسسة تعليمية والله بمؤسسة صحية والله بأي مؤسسة خدمية والله بمهمة في الخارج ولا في الداخل ما نقدر نربط تلبية النداء بشرط ما هو مشروع بتاريخ معين مثلا جبهة البوليساريو من ثقافة الجبهة ومن تربية الجبهة ومن أدبيات الجبهة أنه الهب وتلبية النداء والدفاع عن والتحاق المؤسسات والدفاع عن الواجب ما هو مشروط ويجب أن يكون مستمر مستمر بالتالي ما نقول أن ينقص نواحي بيا كذا والله خاصني عدلني كذا باش نقص كذا أبدا تحدثنا عن موضوع الهبة خاصة كما ذكرت عنا تفصلنا أيام عن الذكرى الرابعة للسنة في الكفاح المسلح علاه ما تعود عندنا كل ذكرى نذكروا بهذه الهبة اللي خلقت في 13 نوفمبر وعلى الأقل منين تعود عندنا ذكرى نستحضر هذه الهبة ونطلب مولي من الشباب عن تخلق هبة مماثلة لذيك الهبة اللي خلقت في شكرا جزيلا تماما الحق اعتقد على انه اتحاد شيبه الساق الحمود الذهب مطالب اكثر من غيره وهم في الحق يحتفلون بهذه يعني دائما يقيمون يعني احتفاليه لباس بها في 18 نوفمبر ولكن هذا كما قلت يوم 18 نوفمبر يجب ان يكون يعتقد موجب في الحقيقه لا يجب ان يكون ذكرى فقط ذكرى يجب ان يكون موجب. واقع نعم موجب لا يجب ان يكون محطه للاحتفال نعم. انا لا اقبل هذا الحقيقه لست من دعاة الشيبة يجب ان يكون محطه تعم فيها الافراح والزغاريد بالعوده للكفاح المسلح بهذا القرار التاريخي قال ما يجب ان يكون موجب المزيد من التجنيد والمزيد من التعبئه ويعطينا نقول مثلا احنا كشباب وكعمال وكنساء يعطينا نقول 13 نوفمبر المقبل كم من الشباب التحق بمؤسسات عسكريه كم من الشباب الان التحق بمؤسسات الاعلام وبالصحه وبالتعليم كم الان عندنا من الشباب في مدارس يعني في المدارس العسكريه دعم المؤسسات هذا هو هذه الهبه بالتالي كيف قلت يعتقد موجب الهبة أخرى يعتقد كل ذكرى هي موجب الهبة يجب أن نحتفل بهذه المحطات فقط ليس التذكير بالحدث وبأهميته وبظروفه وبأنه مكسب هذا صحيح ولكن التغني بهذا غير كافي أكيد. يجب أن نبني عليه وبالتالي كيف قلت يعتقد موجب الهبات أخرى يعتقد منين يعود الاحتفال يعتقد الاحتفال بمزيد من الحشد بمزيد من الالتفاف حول الجبهة بمزيد من التحاق بجبهات القتال وبالتحاق بنواحي جيش تحرير الشعب الصحراوي هذه الهبة وبالتالي في الحقيقة
القاص تنبر كانت هبة رائعة، كانت وقفة متميزة. يا تمني القاص تنبر هذه المقبلة تعود كيف وذيك العقبة تعود كيف ذاك، بالتالي يا تلحق تعود الهبات شيء مستمر والالتحاقات شيء مستمر. ذاك هو الشباب وذوك هم العمال وذوك هم الطلبة وذوك هم النساء وذاك هو الشعب الصحراوي الكامل. ويا طول الاحتفال يعود هو احنا ايش عدلنا؟ ماذا أنجزنا؟ ماذا أضفنا؟ شنو هي شنو قعدنا احنا في جديد؟ شو أضفنا؟ وماذا يجب ان نضيف؟ ماذا يجب ان نضيف؟ لكن ان نحتفل هكذا فقط وان نكرر الشعارات ونوصل البيانات تمر هكذا هذا ليس في الحقيقه لا معنى له، لا معنى له. نعم. رغم اهميته لكن الاحتفال هبه جديده هبه جديده. نعم. تماما يكون ان تكون متواصله. الاخ سلمى، يعني المنظمات الجماهيريه هي اذرع من امانه التنظيم السياسي، واتحاد العمال بدوره يتماشى مع كل البرامج الصادره عن امانه التنظيم السياسي للجبهه. الاخ سلمى، نمر بوضعيه خاصه تتسم بحاله الحرب، ولكن ايضا هناك انتصارات ومكاسب حققتها الدوله الصحراويه على مستوى الدبلوماسية وعلى مستوى جبهات القتال وعلى مستوى جميع الجبهات سواء كانت حقوقية أو قانونية أو قتالية كما ذكرت. يعني الأخ سلامة، كيف يمكن أن نستغل هذه الوضعية؟ كيف يمكن للشاب الصحراوي، للعامل الصحراوي، للمرأة الصحراوية، لكل أطياف الشعب الصحراوي أن تستغل هذه الانتصارات والمكاسب، وكيف يمكن أن نحقق منها مكاسب جديدة؟ شكرا جزيلا. في الحقيقة كما قلت بأنه في هذا الوقت البارد بالذات، وهنا على مرمى حجر من احياء ذيك الرابع 13 نوفمبر، الشعب الصحراوي في الحقيقه والقضيه الصحراويه بشكل عام عموما، بالنسبه لي شخصيا في واحد من اجمل واروع اوقاتنا. ودائما نستغرب من اي حد ما يراعي في هذا في الحقيقه. بالتالي لو اننا نتبارك الان مع عدد المكاسب والحصائد والنتائج الموقوف عليها الان في كافة الميادين، في كافة الساحات، وحتى في كافة المنابر الدولية، ما نفهم تعدادها، وهذه الحصة ما توفى. وبالتالي الشعب الصحراوي اليوم هو يارتو حد باقي مسد جد على الناس، يارتو جد عليك أنت الأول. نعم. خاصك تقتنع بهذا. أنت الأول. أنا ما أعرف شنو احنا اليوم، شنو احنا وضعنا اليوم في الحقيقة. اختار باب وضعنا اليوم وضع نحسد عليه. فعلاً. أنا ماني قاعد أن بنينا دولة أفلاطون. وذوك اللي ينتقدون بوجود بعض الانقاص عندنا في التعليم وفي الصحه وفي الخدمات، هذا ما هو عيب. ما هو عيب. الدول المتطوره لديها ما هو عيب طبعا. نعم. وهذا نعرفه حتى في دول الجوار وفي ما وراء الجوار في كل مكان. نعم. نحكي على المده من الدول، اول يا الصحابه يفهموا. نفهموا احنا حساب نقول نقيس الجواب بشكل مباشر. نعم. انه في الحقيقه احنا ربما من اعظم حركه تحرير عرفها التاريخ البشريه. هو جبهة البوليساري. ولاني عالم بحركة التحرير بناء الدولة في المنفى واستمرت لهذا الزمن كامل بدون هزات تذكر، بدون أزمات تذكر، رغم تعدد الأعداء ورغم تعدد الصعاب ورغم انعدام المصادر في حالياً كثيرة ورغم شيء صار ياسم نحن هذا تذكر جديد اللي ما يعرف شنو. هاي دولة قائمة. احنا بنينا في 50 عام، اليوم اذا واقفين عندنا جيش قوي جدا، بنا واحد ياسر. واقفين عندنا وزارات في ميادين الخدمية كاملة، في الصحة وفي التعليم وفي المياه وفي البيع وفي النظافة وفي التجارة وفي الهلال وفي التجهيز وهالمجرة. واقفين مولع لحضور دولي غير مسبوق. رجلي ما فات تشرب له، لا فات تفهم شو معنى قرار محكمة العدل الأوروبية يوم 4 أكتوبر هذا التاريخ. يبدو كذلك فعلا، عنهم ما فاتوا فهموا. ماني مستغرب لأني ماني شيء، لا أنا أحيانا تنقل في بعض المواقع هون في مخيمة العز والكرامة في سيارة أجرة نقيس بعض الخيام ونص بعض الأصدقاء. ما راح حديث الناس. يا صحراويين تغناوا بمكاسبكم. ما تلينا قاعد ضدكم تبنوا عليها، لا تبنوا عليها. ولا تعطوا على مكسب ثاني، كون هي ثمنكم بيها. وحسوا بيها وشدوا اخبارها. يا ولدي ما حدك شد اخبار الاسعار والتجار ورفض وطرح وبت وطيارته وعنده قزوار وعنده رصاص وعنده ايوه هذا اكبر منه هذا المكسب. يجب ان يعني كل واحد منا عارف تفاصيله وعارف ايش فيه. وخاصة انه قرار صادر عن المحكمة الدولية. وفي مولي رجلنا برا نقول هذا بالفم حتى في سفاراتنا وممثلينا ومكاتبنا ورجلينا وراه اللي كان متخطى برا، اللي كان متخطى تندوف برا قايس الجزائر ولا قايس ما وراء الجزائر.
يسوى في مهمه رسميه مكلف بها الرجال باش تعبد الدول الصحراويه، ويسوى ما شهد همه الخاص. هذو كانوا من سفراء وممثلين. سفراء قضيه فعلا. ايوا حنا نصحاب قضيه. ما نحن ما نلعبوا رانا. بالتالي ما ذنب تاع. اللي عمر بين الكوكب ومن من الدول وعندنا موجودين، عندنا رقم صعب. في الساحه الفرنسيه وفي الساحه الاسبانيه وفي الساحه الالمانيه وفي الساحه الايطاليه وفي الساحه البرتغاليه ورغم صعب في دول الجوار ورغم صعب جدا داخل السجون المغربيه وداخل الارض المحتله. هذا انا من احد اللي هذا يدرق ولا عاد خالق شويه حد عطش والله حد ما جبر معلم مدرسه والله حد خصته شوي ما جا كمية نظافه. هي مشاكل يعني هيتدرج يعني عن هذا الجبل اللي ما هو الجليد، جبل لا من الدم والمعاناة اللي واقف بشموخ. هذا ضحكت انا قد حد ينساه. لو في هذا اليوم احنا بدا ايام جديده وفي وضع سياسي ممتاز، راه قد حد يقول ما يلحق كذا عندنا القبليه، ابدا ما عندنا القبليه، ابدا احنا وعينا صغيرين مني الدايق واثنين عند حاسي قال الدايق الرباب ومريم عند حاسي ولا الدايق سلام ومحمد عند حاسي ما يقولوا ديك الساعه الدايق والفلان والفلانيين. ايوا اليوم ما يتعاقوا مرتين سبت شاشر ما قال الفلان الفلاني والفلانيين. وهذه السياسه داخله في رمضان طبعا المغربي. طبعا خطيره جدا لضرب الوحده خطيره جدا نعم. قبل ايام كنت نتكلم عن الوقيج وعاد مولي موحلنا في روايه ثانيه في الارض المحتله وهو عاد كذا يثور لنا شمد قبور كنا عاد الغبر ينحر عنده ويزوره ويعدلوا موسم العفاش. معدل في منطقه فيها سبب من تشهرنا. قلت لواحد صديق جاء لدار المحتل قلت له واحد نقول لك انا مكناسه في الدار البيضاء قستوهم وعندهم هذا عندك كل خيمه متى عندها غبر تزوره وعندها موسم. يعني احنا مستهدفين. ايوا هذه القضايا كامله الصغيره اللي تنسي في هذا الكذب واللي ساهموا فيه الصحراويين كاملين. وقدموا فيه الصحراويين كاملين واعطاوا فيه الصحراويين كاملين وهو حقهم وفقا ذاك اللي زغرت ومدلق على راسه الحقيقه يواسي عنه مع المغرب والله على المغرب عنده حق يعرف هو مبينه مع راسه ومبينه مع مولانه يحاسب عليها عن الصحراء ما قطعت المغاربه عبر التاريخ وانه كان فيها اسبانيا وحنا نربو البوليزاريو دار ضد اسبانيا وحررنا الصحراء من اسبانيا وانه كانت ما يقصه معاه موريتانيا في مرحله من التاريخ وإن كان ذاك فعل مرتبط ببلدان الدهب ولا مرتبط بالشعب الموريتاني رحمة الله عليه. إذا معناها هذا أنه يا الاتحاد الصحراوي يا حلو عينينا نحسوا بذا. إذا احنا وضعنا جيد سياسيا. ولقط عندنا في تاريخنا أكثر إجماع والتفاف وتمسك بالجبهة الشعبية وبحقنا كيف اليوم من أقصى الدنيا إلى أقصاها. ولقط حد جمع عندنا المسرحية اللي ينافس بها الجبهة من 72 عام الجاي ولا من 70 عام الجاي اللي عدى المسرحيه ونفس بها الجبهه ما فشل. اذا صح لنا وضعنا مريح احنا وضعنا جيد وخير نكثر وضعنا مؤلم اذا ما يعني اذا احنا سياسيا ممتاز وضعنا جيد اقتصاديا جيد وضعنا اجتماع ما عندنا ازمات في الكار. هذه الدول والمنطقه والجوار غارقين بعض الدول غارقه في الفقر وفي الجريمه المنظمه وفي المخدرات وفي الاغتيالات وفي التصفيات حتى البيوت الراجل يصفي المراه ويصفي التركه وذاك يصفي ذاك لاخره لما تشوفوا اثر مواقع التواصل ما يسمى مواقع التواصل ولا تشوف حد ينتقدوا واحنا حالين بروسنا يفكنا باس روسنا وبالتالي وضعنا اليوم فعلا واحنا على ابواب الذكر الرابعه وضعنا ما هو شيء بيا خاق هو زين حتى قال لا خاق المملكة عنده انا ما نقول عنه ما هو انا ما نقول عنه زين انا ما انا قال انا ما هو شيء ياك ذاك اللي في شك في نفسه اثنين يسمعش المملكة عنده اذا عاد ذاك انا نقول عنه ما هو شيء الصحراويين مد فضل هاي الحركه ترى عدله ما يقد حد عدله ونتحدى حد يذكر لي حركه منذ ادم عليه السلام الى اليوم حد بنى الدوله في منفى وعد النظام في منفى وعد الكيان بهذا المعنى في منفى وهم مستثني في الرسول صلى الله عليه وسلم من مكه يعني الى المدينه من هاجر في المدينه في ذاك الوقت كانت بلد اخر بالنسبه له هو فهمتني وقومه واقام في اول نظام وذاك موضوع اخر ماني مقارن ولكن بعد
ما بعد ذاك من ثورات ومن حركه التحرير وكذا نقط عدد العدو الصحراوي. ولقط حركه هي تفاصيل بسيطه. من يعلم بحركه قط رفدت الالاف من بشار وقراتهم في دول ثانيه؟ من اللي قط في تلك الشور الليبي وشور كوبا وشور يوغوسلافيا وشور روسيا وشور اسمها زرق؟ في السبعينات، هذا في 76. مازلنا راعوا في مرحان يامس. وتعرفوا ايش فيها؟ إذن احنا ننتمي الى حركه والى شعب عظيم جدا. عظيم جدا، وربما نحسد على انتمائنا لهذا الشعب. وربما غاير منا ياسر. الى شعبنا عظيم. وليس هنا حد. وبالتالي نحن الان في سنتنا الرابعه من هذه الحرب، احنا كعمال مطالبين بمزيد من الاستفهام. ومطالبين ونقول على انه راهم ما فينا حد. ونقولها الراسي والمنظمات الجماهيريه، نقول درج كم؟ ما فينا حد. يا الرباب فات عند وش يتغنى به مولى حرم الصحراء. وحد باغي لا يتغنى يتم كل نهار يزيد لنا مكسب. يجيب مكسب بالتالي وكل حد راهو قد يعدل المكاسب في موقعه. بالتالي ما قد نعود في السنه الرابعه من عوده الحرب، من عوده 11 نوفمبر ومتخطين 50 سنه على سنه 51 على الجبهه وتجبه. وبالتالي بالحقيقه 50 سنه كامله الحرب. سن ما قد تخلق. كنا في حاله لا حرب ولا سلم. تماما. نعم الاخ سلمى، مررت بمجموعه من التواريخ وذكرت طبعا مجموعه من المراحل التي مر بها الشعب الصحراوي، ولكن ذكرت عنه ما خالد تغني بهذه الانتصارات حققتها القضيه الصحراويه خاصه في الاونه الاخيره. المغرب في عزله كما يتضح للجميع، نحن متواجدين على مستوى الاتحاد الاوروبي، على مستوى هيئه الامم المتحده وقراراتها، يعني رغم المحاولات عن تضليل الوضع الحالي وتضليل الوضعيه الحاليه السائده للدولة الصحراوية، ولكن المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي أقرت بأن الدولة الصحراوية منفصلة عن المغرب، وأن كل يعني الشركات الأجنبية اللي تستثمر بطريقة غير شرعية هي ستؤول إلى الزوال أو أنها باطلة. كيف يمكن للشعب الصحراوي، أعيد هذا السؤال لأني ندورك أنت كأمين عام لاتحاد العمال، تزيد تأكد، كيف يمكن للصحراويين من خلال اتحاد العمال، من خلال العاملين الصحراويين الاستثمار في هذا الموضوع، متابعته حتى يحقق الانتصار المرجو منه؟ لأن منين نتكلم عن موضوع مجموعة من القرارات الصادرة عن محكمة عليا للاتحاد الأوروبي تبطل كل الاتفاقيات التجارية مع المغرب، بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فهذا يعد انتصار، فهذا يعد أن الدولة الصحراوية هي السيادة وهي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي على مستوى ثرواته. كيف يمكن للشعب الصحراوي ان تتضح له الصوره، سواء تحدثنا عن موضوع يعني الثروات او حتى تحدثنا عن موضوع القتال، يعني انا وانت خلي بيننا حوار قبل الشروع في هذه الحلقه تكلمت لي عنك، كنت في يعني كنت في نواحي وشفت هذه المعارك، وتكلمت لك انا عن خالق، يعني بعض الناس يقول لك الحرب ما هي خالقه. نبقيك توضح للصحراويين اهميه هذه الانتصارات المحققه على مستوى الاتحاد الاوروبي، واهميه الانتصارات ايضا المحققه على مستوى جبهات القتال. شكرا جزيلا. بدايه انا موضوع محكمه العدل الاوروبيه في الحقيقه وقرارها التاريخي اللي كان يوم 4 اكتوبر، نعم. فقط يكفي نفع على انه هي محكمه اوروبيه ما افريقيه. نعم. ولا هي من غرب افريقيا. ولا هي محكمة في المملكة اللاتينية. هاي محكمة الأوروبيين اللي في مرحلة معينة أغلبهم كانت أنظمة داعمة لغزو الصحراء وقتل الشعب الصحراوي. أنظمة إسبانيا وفرنسا شركاء، إسبانيا مسؤولية تتعرف فيها تقسيم الصحراء وبيعها واتفاق مدريد والتآمر على الشعب الصحراوي وخداع الشعب الصحراوي. فرنسا تذكروا، فرنسا شاركت بالجاكوار وبالقتال وبالجنود وبالدعم ولا زالت في حرب الصحراء. واليوم تلاحظ كذلك الهرولة اللي مقايسين الرباط، كامرون الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اللي في الحقيقه يعني محاصر وربما واحد من اضعف الرؤساء في تاريخ فرنسا، وافشل رئيس عرفته فرنسا في تاريخ منذ يعني الجمهوريه الخامسه ايام ديغول. يعني هرولة قايس الرباط اثنين قبل ايام وزير اسباني كذلك هرولة صدموا بهذا القرار. بالتالي هذه انظمه استعماريه، انظمه يعني استعماريه، انظمه بالحق تحاول تعيد الاستعمار، تعيد ثقافه الاستعمار، تعيد التحايل. والغريب انه هذه الانظمه وهذه الشعوب في مرحله معينه، البعض يعتقد على انها نموذج الديمقراطيه، نموذج حقوق الانسان، الثوره الفرنسيه وعداله وكذا، كلها في الحقيقه ظهر على انها في الحقيقه شعارات واكاذيب.
تالي فقط تصدر من احنا ذاك الواحد فيها فهمتني. في حال انه منين قبل وقفنا هذا القرار وضح ظهرنا واش الحقيقه الغرب بشكل اساسي. هذه الانظمه اللي تحاول تتفعل قرار محكمه العدل الاوروبيه. واحنا في الحقيقه في المنتدى الاخير اللي كان على هامش تقرير ذكر 50 تاثير اتحاد عام الاعمال الصحراويين الطبع الثاني من منتدى النقابي الدولي واللي كانت فيه يعني مشاركه دوليه هائله من النقابات. كان واحد المواضيع تم نقاش هذا الموضوع وعلى انه خاصه النقابات الاوروبيه بانه انتم الان مطالبون امام شعوبكم وامام شرائكم وامام كذا بالدفاع عن تطبيق واحترام قرار محكمه العدل الاوروبيه. بالتالي كان فهم وتجاوب كبير من هذه النقابات. وفي بعض النقابات خاصه فرنسا والبرتغال اللي فات مرقت بيانات تطالب حكوماتها باحترام قرار محكمه العدل الاوروبيه وبالايفاء التزاماتها وشعاراتها اللي تدعي حقوق الانسان واحترام حقوق الانسان والعداله. وبالتالي نحن الان نتحرك من خلال هذه النتائج هذا المنتدى، ولكن خطوات ايضا مقبله ان شاء الله في قريب عاجل مع هذه النقابات الصديقه في العالم كامل، لانه التحرك باتجاه والضغط على الشرائك وعلى المؤسسات الاقتصاديه وعلى الحكومات من اجل تطبيق هذا القرار واحترام هذا القرار اللي هو قرار محكمه العدل الاوروبيه. وهذا امر مهم جدا. موضوع الحقيقه موضوع ايضا موضوع جيش تحرير الشعب الصحراوي وحق المكاسب المحصله بالحقيقه. انا بالنسبه لي ما نعرفش اللي نقول. بالفعل كان لي شرف على اني ربما في مرحله معينه في هذا كنت حاضر في بعض النواحي. الحقيقه يعني شرف كبير. الالتحاق بجيش تحرير الشعب الصحراوي شرف ما بعده شرف. وعالم مولانا يوسط هذا الرجاله ونواحي جيش تحرير الشعب الصحراوي يمنيت معاهم تجبر تحس بشن الراحه وبشن الطمأنينة. خطاب رفيع جدا، خطاب مريح جدا، ما تسمعون الحد عن الشهداء والحد عن المعارك والحد عن الأمجاد والحد عن التاريخ الزين، وما تسمع ما هو شيء شرف، وما تسمع والله أصلا ما تسمع أخبار قبلية، وأصلا ما تسمع أخبار جهوية، وأصلا ما تسمع أخبار عدل شراسك وعدل فاضل وعدل كذا. مقران بالذات شيء من البساطة وشيء من الشجاعة ما تعلموه المروءة والإقدام والشجاعة. ما تعلموه شيء يكذب. ما تعلموه شيء يعزز فيك قيم الرجولة وقيم الوفاء. وحقيقة الوقت مع هؤلاء الرجال وقت من ذهب. وقت يعني تحس بأنك وجودك كإنسان له معنى. وبالتالي ما لو كنت شاعر تم لا غني على جيش تحرير الشعب الصحراوي. باقي في إني ماني شاعر. لأنه في الحقيقة يعني هؤلاء الرجال يعني وبالتالي انا هوك معاهم احيانا والله احيانا نتاثر كثير بنعرف شنو رجيت ثاني فاش واحد شنو النقاشات نتاثر كثير من يسمع انه خالد الصحراوي كاع ما يمجد هذا. انا ماني عارف انا سلاما من الصبح نفقع على الجبهه تفقع على الجبهه لا تخمم يدك صيف تفقع على الجبهه الصبح هو نصبح نضرب كان عرض الحيط يصبح الجهة ما توظفني والله ما تعطيني وتر والله ما تعطيني طيارة والله ما تعطيني كذا والله ما يستقبلني الرئيس. نصبح نعيب الشعب الصحراوي ونوقد قال العدو نقيس قال العدو. هل يخطر ببال هل هذا يقعد في عقل حد؟ هل حد صحراوي تاكي وحده ما معاه مو راسه عقاب الليل يخمن ايش قديش برش يبرر؟ لانه يخون الصحراوي ولو بكلمة هل قدرنا نتراجع عن الوفاة هاي المسيبية ما وعدل لي والله بيا قالوا لي والله بيا ما كبروني والله ما استقبلني والله ما سلم علي والله ما أعطاني والله ما أعطاني وكان دورك لحو هذا الموضوع فعلا تلقين ما كانت تردي به قناعتك ما كان أصحاب القضايا إذا القضية الصحراوية والوفاة لهذه القضية يجب أن تكون والوفاة لهذا الشعب والوفاة لهؤلاء الرجال اللي قدموا الشهداء ما زي قدموا الشمس اليوم مثلا. وفالهم شيء مطلق. وما مشروط بشيء ولا يندار في تلاله ولا تشد اخباره وبالتالي دعوه صادقه. نوجه دعوه صادقه خالصه لكل ابناء شعب وبناته. وماني مستثني حد. بما فيهم ذاك اللي عيبنا اليوم ذا ويعيبنا يامس. يا اخي اتق الله. احنا لحمك ودمك. احنا لحمك ودمك ومنين خصوا عائلتك طلعنا ردبت فلان وردبت فلان حتى المستوى الصغير
إذا حد ما تحمج هذه القضية الوطنية وحد ما تحمج هذه المسيرة متحمج لمن؟ إذا يا الصحراويين لا يغركم حد، ولكن اللي ماسي عنهم مع المغرب راهم كذا راسه ما يلحق. وتعرفوا عن المغاربة قد طفناهم سابق 50 جاوا غازيين ساق مسيرة الذي والعار اللي سمعنا خطاب ملكهم يامس، يعني وكأنه يعيدنا سبعينات القرن الماضي ويعيدنا البدايات الغزو. ما عنده خطاب جديد فعلا، يعني ما عنده يعني شيء، كلام فارغ. ايوا الصحراويين يعرفوا كاملين، حتى ذاك اللي قاعد معاهم هوك وحايزين وحاجوا عنه معاهم يعرف وحده قاعد وحده في راسه خلاكم عنه سابق سابق المسيرة مسيرة الظلم والعار والخزي، سابق المسيرة ما فيها موجياء والسجناء والمجرمين. ما قطعت فمتي بلاد المغاربة، ولو كنا مغاربة نقولوا احنا لو كنا مغاربة ما نكروها، ولو كنا موريتانيين ما نكروها، ولو كنا جزائريين ما نكروها، ولو كنا ماليين ما نكروها. احنا في هذه المنطقة اللي قالنا الشعب الصحراوي مستعمرة إسبانية سابقة وتوف إذا ما نعنوا الحقيقة، يعني والله أحيانا نقول يعني ماني عارف، أحيانا تثير انتباهي بعض النقاشات الداخلية بين إحنا، ويثير انتباهي بعض الأشخاص اللي يعني يتمداوا يعني يبدعوا ومقرتهم الجبهة، مقرهم الشعب الصحراوي وتخرجوا من الجامعات بفضل تضحيات الشهداء والشعب الصحراوي وبفضل الصبر والنساء في مخيمة العزة والعزة والكرامة قراوا وفي كوبا وفي كذا وفي فيتنام وفي غزلافة وفي الجزائر وفي ليبيا وفي مالي قراوا. يعني أنا أتألم نقول يعني كيف يعني يدود العبارات الزينة ويسيغ شم نصوص شم الكلام ويمشي يحن باش عيب الجبهة وعيب الصحراء. هي طريقة يعني تعامل بها الاحتلال المغربي في توقيف إطلاق النار لغزو يعني أفكار الشعب الصحراوي لغزو الصحراويين من خلال إدخال هذه المواضيع اللي كنت تتحدث عنها. منين نتكلموا عن الخيانة يجب على الإنسان الخائن والله الشخص الخائن أنه يقرأ تاريخ خيانة بعض الأشخاص للدول، كيفاش تم تعامل معهم من طريق العدو؟ يعني هناك قصص موجودة أنك منين تخون بلدك من أجل مستعمر ليتم التضحية بك لأنه يقول لك كنت خنت بلدك في يوم من الأيام اللي تخوني. إذن الأخ سلام البشير نتحدث عن تخريد مجموعة من يعني مناسبات ومن بينها تفصلنا أيام قليلة عن تخريد الذكرى 14 لليوم الوطني الأسير وما أهمية الأسير الصحراوي اللي يدافع في سجون الاحتلال المغربي، واللي دافع في سجون الاحتلال المغربي يعني ما هو في أي مكان، ما نقدروا نتكلموا عنه إنسان يدافع مثلا في المناطق ولا إنسان يدافع هنا في مخيمات العزة أو حتى في وقفات في أوروبا. نتكلموا عن سجين في سجون الاحتلال المغربي، نحن نتكلم عن مقاتل بدوره، نحن نتكلم عن إنسان يقدم القالي والنفيس أمام جلاد ساطي متعدي متسلط بجميع الأساليب المتاحة والغير متاحة بجميع الانتهاكات الجسدية والنفسية واللي تأثر على الأسير الصحراوي. الأخ سلام البشير يعني واللي منين نتكلم عن موضوع الأسرى المدنيين نتذكر موضوع المعتقلين السياسيين الصحراويين، معتقلي الصف الطلابي ومجموعة أكاديميزيك، يعني مجموعة من المعتقلين اللي ما تنذكر ومجموعة من المختفيين قسريا. مخيم أكاديميزيك هو تاريخ يعني مفصلي في تاريخ الشعب الصحراوي، هو تقريبا هو ما حرك الدول العربية من أجل يعني الدفاع عن حقوقها، من أجل يعني تخلي عن هذه السلطات المستبدة. نتكلم عن مخيم أكاديميزيك، نحن نتكلم عن بداية يعني شرارة انطلاقة الربيع العربي كما هو معروف، يعني ما يبقوا هم يتكلموا عنها، قال هي الحقيقة بدأت من مدينة العيون المحتلة من خلال هذه المجموعة من الشباب اللي قادت هذا المخيم. يعني الشباب اللي قادوا المخيم هم شباب معطلين، شباب فرض عليهم المحتل المغربي عنهم يعني يعودوا مبطلين، يعني يعودوا باطلين عن العمل، أعطاوا ثرواتنا للأوروبيين، أعطاوا ثرواتنا للمستوطنين، وخلاوا الشاب الصحراوي اللي هذه حقه ما يقدر حد يتكلم له فيه. شنو الرسالة اللي توجه للمعتقل السياسي؟ شكرا. في الحقيقة تلقيت دعوة قبل أيام للمشاركة في احتفالية والله يوم دراسي لتنظم وزارة الأرض المحتلة والجاليات تخريدا لهذه الذكرى 14 لمخيم أكاديميزيك، واللي تعدل إن شاء الله في نادي ولاية السمارة على ما أعتقد يوم السبت المقبل. وحيي الوزارة على هذا المجهود وحييه على ذيك المجهودات كاملة المبذولة في هذا الاتجاه. في الحقيقة أنت قاعد ربما قلت ياسر في الموضوع، قلت في ياسر قلت ذاك اللي ينقال فيه كامل. ولكن في الحقيقة الحديث عن 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 مخيم أكاديميزيك وتفكيكه، مخيم أكاديميزيك كان أمر فارق
كان امر مفاجئ. ما هو الا انه كان مبعث الهام، مصدر الهام للاخرين، ما سمي لاحقا بالربيع العربي وما اليه، لكن في منطقه، في منطقه نحن فعل مميز، فعل استثنائي تماما في المقاومه، حتى في طبيعه المقاومه في المنطقه بشكل عام. ولكن ايضا انه يعدل في قرب ولايه، في قرب العيون العاصمه المحتله، وتحت يعني سيطره هذا النظام المحتل اللي في الحقيقه مسخر امواله وجهده واسلحته ومخدراته وعملاه اللي في قمع الحريات وفي تكبيد الحريات وفي تخويف الناس وترهيب الناس. في ظل هذه الاجواء المخيفه واللي دأب النظام المغربي منذ غزو للصحراء الغربيه الى تدالها، ينظموا الصحراويين هذا المخيم اللي فيه حوالي يزيد من 2000 خيمه، 30 اكثر من 30 الف رجاج، فخت وجيز، وفي تنظيم بشكل رائع جدا منسق وبهيكل وتسيير بشكل معين. هذا كانت نموذج، وكانت يعني شيء يبعث برسائل ابرزها بانه الانسان الصحراوي المقاوم مبدع، واساليب الابداع وطرق الابداع الصحراوي قاعدين كل مره يحدثوا فيها شيء. وكانت على ذاك 4 ماي عقب ذاك في تظاهره يعني جماهيريه كبر منها في العيون. اذا في الحقيقه بالتالي مخيم اكاديميزيك بالتاكيد انه بقى خالد في الذكر، في الذاكره الجماهير الصحراويين، وبالتاكيد انه اولئك الرجال والنساء اللي شاركوا فيه يسوى ذوك اللي الان في المعتقلات في الزنازل، ولا ذوك اللي في المعتقل الكبير اللي هو الارض المحتله. يسوى ذوك اللي الان في المعتقلات في الزنازل، ولا ذوك اللي في المعتقل الكبير اللي هو الارض المحتله. واللي المغرب يعني وخطاب ملكهم يامس البائس، هذا خطاب يامس يعني وكان الغالم الجنوبيه وقالم الجنوبيه وقالم الجنوبيه، لا احد لا احد مصطيد ذاك وطوف، لا قالم الجنوبيه ولا قالم الجنوبيه ما نعرفهاش، ومغربيه صح مغربيه. احنا هذه الميم اللي جابوا لنا قص معنا 75، هذه الميم اللي قرروا لنا بين الليف واللام والغين ما قص معناها، والعالم ما قص معها، وكتب التاريخ ما هي فيها ميم لصقوا هنا في لحظه معينه وباغيين يرومون عليها. فهمتني؟ غير احنا اسمك ترومو ما تمشي معنا، ما تقدر تمشي معنا. لو كانت تمشي معنا ما نعود عندنا 50 عام نقاتل ونستشهدوا. ما تقدر تمشي معنا. اذا في الحقيقه هذا المعتقل الكبير اللي هو المحتل وجنوب المغرب، خلق هذا يعني ميوزيك، وخلق ذاك اللي خلق فيه من تفكيك وكذا الى اخره، وخلق ذاك اللي عدل فيه كامل، ولكن في الحقيقه كانت رساله، رساله مكمله لما سبقه واللي جاء عقبها. لانه الصحراويين ما قدوا يقبلوا ولا يسلموا منهم مغاربه. والصحراويين ما قدوا يسلموا ولا يقبلوا مغربيه ما يسمى مغربيه الصحراء. والصحراويين ما هم جزء من المملكه المغربيه. ولا قد جزء من يعني المملكه المغربيه. هذه بالتالي هذا تماما المخيم دي مزيك جاء تماما كذا عدل في اتفاق الزبده. وكذلك عدل عقب ذاك حتى في ما يسمى تاثير جبهه والاندلاع كذا المسلح ومظاهرات يعني بعثه التقصي الحقيقي 75 والاتباع عقب ذاك في اسا وغير والسماره وغيرهم مظاهرات اسا الصامده ونحيي سكان اسا مظاهرات في ذاك الوقت ونحيي سكان كل المتظاهرين على امتداد 50 عام. نعم. وبالتالي في الحقيقه هذا كامل هي سلسله مستمره، وبالتاكيد سيتكرر مخيم اكاديميزيك في اشكال اخرى، وستتكرر احداث اسا وغيرها ومحمد غزدان والعيون والداخل والسمار وبجدور الى اخره بشكل اخر. الصحراويين ما هم ليتوقفوا عن النضال بشتى الطرق لينحروا الصحراء. بهذه المناسبه تم اعتقال مجموعه من الرجال الرائعين وهم الان في المعتقلات. ولكن نتكلم عن المعتقلات في الاسرى في سجون الاحتلال المغربي الاسرى المدنيه هم بالعشرات الحقيقه. اكيد. وفهم ياسر مختفي ما جهد مصيره تماما منذ السبعينات ومن ايام زبلاق وسابق زبلاق والبصري وغيرهم. يعني السجون المغربيه ثلاث من الصحراويين. والان تشوف عشرات من قال لك سجين سابق ومعتقل سابق وما نعرفهاش كذا خير ما يوفاهم. بالتالي لكن بقت هذه المجموعه في الحقيقه اللي الان هي احنا نتكلم عنها رغم انه احنا على يقين انه فهم عشرات من السجناء وهم العشرات من المفقودين. وهم العشرات من ذوك اللي يعني زرقوا من الطائرات وكذا الى اخره. لكن من موجب هو موضوع معتقل ديميزيك وذكر الرابعة عشر لموضوع ديميزيك، نتذكر يعني يوم تأسيس المدني.
الحقيقة مش نقول أنا الأصلان المدنيين، مش نقول هؤلاء ما قدهم الشهداء ثاني قال الوفاء والإخلاص والتضحية والشجاعة والبطولة، ما قدامه في الترتيب مو الشهداء وجوه تابعين ذاك وعقبك التابع الرجل الثاني بما في هنا والله قاعد يجي فراغ ما في حد ويجي الرجل الثاني. هؤلاء الرجال في الحقيقة هؤلاء شباب صغار كان مثل وبعائلاتهم تركتهم بزوجاتهم وبتاتهم كي خمر جديد وبتاتهم وعندهم ديار مع عدد السيمون بليكا فوق بليكا وفاهمهم نجري فين قفلوا وكذا عندهم ديار وفيها باركي وفيها كذا عندهم ديار وبابات وامواتهم. هادو علاش ما قالوا احنا قاعد علاش نعدوا ذا؟ ايوا احنا فضل عندنا وانتم متوا ساكنين وكل ما شربوا طف كيف الخليط كامل كذا خلقته خليني اعتقد على الحياه لو كل شراب ولا اعتقد ذاك النوع البشر يعني فرق بين هو الحيوان شنو كان يفكر بهذا الشكل يقول احد احنا تركتنا وبناياتنا وبديارنا وبتاتنا مستقرين ماديا وانت متوعد على الحياه اللي هي. هؤلاء قالوا لا قالوا ما نقدر نعود وقدمنا لائحه بدات بحافظ بجمعه 74 وردمنا اضعاف من الرجال والنساء وقضيتنا عادله وحقنا ما نقدو نسكتوا عنه بينا كروشنا فيهم 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 في الطعام ما نقدو والله بينا عندنا بيع عطوني وتو دار وانا قاعد شتي ندور يبي الدنيا هذه هي وما خالد ما خالد ما هو الابطال الاماجد ولا خالد ولا داخل التاريخ ما هو الابطال الاماجد. اذا تواكل ماشي اتناك تواكل ماشي شو علاش قدمت بالدين والاخره لانه الجهاد والدفاع عن الحق والدفاع عن الوطن والدفاع عن الوفاء للشهداء هذه اشياء محاسبه حتى في الاخره. محكوم اليوم باحكام جائره بالتالي قايس الاحكام بالتالي في الحقيقه نعم. بالتالي باقي نحييهم وباقي نقول تحيه كبيره لهم وباقي نقول لهم متألمين لآلامكم ومتكدرين مقدر علينا حتى وقطعنا يا ريتنا نعودوا كاملين احنا ألا تابعكم ألا معاكم في السجون والله الشهداء ليتم تسجيل غد لا من احنا كاملين. إذا الوفاء لكم كيف الوفاء للشهداء مسؤولية ويا ريت يعود رجلي كامل يعرف أسمائهم كاملين ويسميهم كامل واحد ونعرفوا أسماء تركتهم وعائلاتهم ويا ريت نعود معلقين صور بفتاتنا ومعلقينهم في خيامنا ومعلقينهم في إداراتنا. هذو الناس شرفونا وشرفوا الكفاح وشرفوا القضية وشرفوا الأرض المحتلة وشرف الجبهات كاملة. وبالتالي أنهم يعني هذا ما دخلوا السجون ولا في الأحكام ما بين 20 سنة و 30 سنة والمؤبد إلى آخره ما دخلوها من أجل مصلحة ذاتية وما دخلوها يقعدوا شروصهم وفتني ما دخلوها هم اللي كانوا يهربوا والله يتاجروا في المخدرات. هؤلاء في درجة من السمو في مكان من الرفاعة والقدسية والعظمة كلين هذا في هذا في هذا في هذا في هذا الزمن. بالتالي ما نوجه نداء عاجل وإلى الصحراويين إلى استحضار عظمة هؤلاء ووفاء هؤلاء والتقيد والتمسك والتمثل لأنه في الحقيقة يعني منين نحاول عن جسده الوطنية والإخلاص ومحبة الشعب الصحراوي وعادات الشعب الصحراوي ووفاء هذه القضية نحاول نمثلوها في شخص ماشي لك رعين من قطر راه ولا الشهداء والله هما. إذا بالتالي الحقيقة كيف قال محمود درويش في قصيدة عنده قتلاك أو جرحاك احنا ندوب معاه والله أسراك قتلاك أو جرحاك وأسراك فيك ذخيرته. يعطي ذخيرة فينا دابع فينا حشوة فينا تخلينا نتقدم أكثر ونناضل أكثر. وبالتالي انا احنا الى يامس عجيب امرنا احنا الى يامس هذا الشعب الصحراوي ربما الى اليوم مازال ولا الشعب الصحراوي ما قطع يتسابق ولا يتقاعد وجاه مو في الدرجه وفي الكرامه
وجبت الأسرى والمعتقلين وكذا آخره، وتحصل المكاسب برا والداخل هون، ده هو البحر الصحراوي. إذا في الحقيقة هذا هذه محطة الذكرى 14 رجل موجب أيضا، ومحطة ثانية كبت ما هو التذكر ملي ولا هو التغني بها فقط، أيضا مرحلة الاستحضار معاني الوفاء ومعاني الإخلاص ومعاني الشجاعة ومعاني يعني العطاء ومعاني أنك تكون يعني إنسان ذا قيمة وعندك قيم وعندك مبادئ. يعني نناقش من زاوية وطن بتاعتنا نستخدم، ويا يعني جميع مؤسساتنا الوطنية، ما عندنا وزارة المحتوى والجاليات تستحضر تحية هذه الوزارة، ولكن يا جميع هيئاتنا وجميع ولاياتنا ومؤسساتنا ووزاراتنا وهيكلنا كاملة في الداخل والخارج تستحضر هذه اللحظة وتقيم احتفالات وتقيم يعني أنشطة وتقيم برامج للتذكر وللتمعن والاستفادة والاستحضار المعاني والخروج أيضا يعني بتوصيات وبرسائل في هذا الاتجاه. نستحضر كما ذكرت موضوع المعتقلين السياسيين الصحراوي في السجون المغربية ومعتقلي الصف الطلابي اللي حقق شكلوا تاريخهم في داخل عمق الجامعات المغربية. نعم الأخ سلام البشير، عندما نتحدث عن حقوق العمال دعنا نشير إلى التوصيات قدمها البرلمان الإسباني على ما أعتقد حول العمال الصحراويين، أين وصلت وكيف يمكن أن يستفيد العمال من هذه التوصيات؟ شكرا جزيلا. موضوع حق موضوع حقوق العمال في الحقبة الاستعمارية الإسبانية هذا موضوع في مرحلة معينة، يعني الجبهة الشعبية تحت الساق الحمراء والوردية الذهبية يعني والدولة الصحراوية خلته من المهام المسندة للاتحاد العام لعمال الساق الحمراء والوردية الذهبية، وظل يشتغل على هذا الموضوع منذ سنوات. الحقيقة بغيت نقول انه اولا اسبانيا ما هي مطالبه لا بحقوق العمال الصحراويين، مطالبه بحق الشعب الصحراوي كامل كاع، وهي مسؤوله عن منظور القانون الدولي ولكن منظور التاريخ، ولكن منظور كاع احنا لا احنا كاع الصحراويين. اسبانيا قعدت معنا قرابه 100 عام، مشات عنا في لحظه معينه هارب القارب من النهار، وخلاتنا الشيء من الخلق يعني يتقاسمنا ويعني ويعبث بقيمنا وبشعبنا وامهاتنا وبلساننا، وبالتالي اسبانيا مسؤوله، اسبانيا مسؤوله جدا عن هذا يعني عن هذا الباقي. لكن فقط باش نضيقوا الدائره الحقيقيه، اسبانيا مسؤوله عن حق الصحراويين كاملين. وفي ظل عدم وبالتالي كل حقوق الصحراويين في الكرامة وفي العيش وفي السيادة وفي الاستقلال في الحق مسؤول عنها إسبانيا، لأن في الحقيقة يعني مع الأسف الشديد ما كانت يعني وإن كانت الاستعمارات المستعمر كامل كله زي بعض، قبل ما كانت ذاك المستعمر قاعد على الأقل بعد من يمشي نظم استفتاء وخلى السكان الإقليم اللي كان مستعمرهم خلى يعني فضعهم راضين، يسوى قاعد انضموا لحد ويسوى بغاوا يقعدوا حدهم. هذا إسبانيا مع الأسف الشديد ما عدلته، لأن في الحقيقة ما تعرف هو الخيانة والدوينات، وكان اخر يعني قرار موقف سانشيز يعني هذا الموقف الاحادي يأكد يعني المخز يعني يأكد هذا من جديد. اذا بتحقق قلت هذا موضوع حقوق العمال في زمن اسبانيا، احنا عادنا عمال نشتغل عليه اللي هي منظمه اتحاد العمال، وفهم فعلا توصيه اصدرها للبرلمان الاسباني على ما اعتقد 2012 في ووت والله حق هاي التوصيه، توصي وتطالب الحكومات الاسبانيه في ذاك الوقت باعلانها تتخذ قرارات مناسبة لتصفية هذا الملف، هذا الملف موضوع حقوق العمال في زمن إسبانيا. إحنا مع مجموعة من النقابات الصديقة في إسبانيا مشكلين لجنة مشتركة ونشتغل في هذا الميدان، وفهمت إنك في خطوات من قد موضوع إحصاء ربما تعرفهم أسماء سقطت، ولكن بعد إحصاء بشكل عام لآلاف من الوقيش يعني اللي كانوا يشتغلوا في زمن إسبانيا واللي فهم يعني موضوع إحصائهم بشكل مضبوط، يسوى حقوقهم متعلقه بالضمان الاجتماعي، يسوى ارقام الضمان الاجتماعي، يسوى اين تدخل الشغله وين تمرقها، الشركه اللي كان فيها اذا كان مضبوط بشكل جيد. وكنا في كل مره في الحقيقه يطرح الموضوع للحكومات الاسبانيه المتعاقبه من خلال وزاره العمل ووزاره الشؤون الاجتماعيه، قال دائما يتذرعوا من ايام سابطيرو يتذرعوا نوبه بعد انه ازمه ماليه ذلك كانت في 2008، عقب ذلك يتذرعوا بعد انه منين جاء القرار هذا في 2012، عقب ذاك انه فهم عدم استقرار في الحكومات الاسبانيه، الحكومه غير مستقره، نوبه الاموال غير كافيه، كل نوبه يجيبوا شيء في الحقيقه، وهذا بالحقيقه نوع من التحايل، نوع من التهرب. وهون نفتح قوس فقط قبضنا فيه تقريبا قرار ما هو الى النهايه، ولكن بعد لانه يحتاج التشاور مع الجهات المعنيه. قبل احنا فتنا عندنا تجمع حول هذا الموضوع في مقر البرلمان الاوروبي 2018، وعدنا لقاءات عقب ذاك في ساحات ثانيه، ولكن في الحقيقه عقب حق 50 عام من نقاش مع الحكومات الاسبانيه ومع الدول الاسبانيه بالطرق السلميه، نجد يعني اجبار حل واتبعنا الطرق الدبلوماسيه وطرق التفاوض وطرق كذا. بالحق الان عندنا عازمين اننا ننتقل باتجاه القضاء.
على ان نقدم شكوى قضائيه من الحكم. احنا عندنا كل المعلومات، عندنا كل الدلائل، وبالتالي الان نفكر بجديه في انه الحق هذا، هذا حق الجيل، هذا مواطن انساني. موضوع حقوق العمال في زمن الحقبه الاستعماريه الاسبانيه موضوع انساني وموضوع حقوقي، موضوع يحظى بنفس المكان اللي يحظى بها الحد عن موضوع الثروات ولا موضوع حقوق الانسان ولا موضوع المعتقلات، هذا نفس الشيء في الحقيقه. اذا المعطيات يعطوا حاضر في خطابنا كدبلوماسيين وكممثلين في الخارج، قال مولي يعطوا احنا الاتحاد العام للعمال الصحراوي في الحقيقه بعد التشاور مع الجهات المعنيه نقترب اننا في الحقيقه نحاول نتوجه للقضاء ونعرف على الشكوى يعني من الدوله الاسبانيه امام القضاء الاسباني وامام القضاء الاوروبي. يعني على كل حال شوفوا ذاك اللي يخدم الموضوع. نعم، اذا الاخ سلام البشير، اتحاد العمال في جميع مناسباته يؤكد على مطالبه العمال الصحراويين في كل مكان بالقيام بدورهم في التاطير والدفاع عن حقوقهم بما لا يتعارض مع الاراده الجماعيه في تقويه المؤسسات الوطنيه. ما هي الافاق المستقبليه للاتحاد وكيف ساهم الاتحاد العمال في دعم المؤسسات الوطنيه في الظرفيه الحاليه؟ شكرا. في الحقيقه الحديث عن العمال الصحراويين في الحقيقه هو الحديث عن الشعب الصحراوي. كيف تعرف القانون الاساسي للجبهه ويقول بنص صريح انه لكل العمال والموظفين هم اعضاء في الاتحاد العام للعمال الصحراويين. بالتالي الاتحاد العام عنده هذه الخصوصيه في الحقيقه انه يؤطر كانه صوره مصغره للتنظيم السياسي ولجبهه البوليساريو في الحقيقه. بالتالي هذا يطرح يزيد من حجم المسؤوليات وصعوبتها وثقلها على الاتحاد. وبالتالي الاتحاد ايضا هو منظمه عماليه صحراويه ذات طابع نقابي من يتعلق الامر بالعمل الخارجي داخلها، ولكن ايضا بعض يعني الحقوق وبعض التي تحل مؤسسات الدوله الصحراويه تحل القانون الاساسي وقوانين العمل ولجان التظلمات بالنسبه للعمال الصحراويين. بالتالي يشتغل في هذا الموضوع مع الجهات كامله. يشتغل ايضا على انه محاوله من خلال بعض اللقاءات الثنائيه، بعض الوقفات، بعض المنابر، على انه ينبه الحكومه الصحراويه وينبه المسؤولين في مختلف المستويات على انه في الحقيقه يعتقد فم نوع من السعي رغم خصوصيتنا، نوع من السعي لتحسين اوضاع عمالنا والعنايه بهم في مؤسسات كامله، لانه في الحقيقه ما قد دائما ما هو مقبول ولا هو مقعدنا يتم دائما المبرر المادي هو في الحقيقه في تقصير بعض نحن كمسيرين. انا نقول على الحركه والدوله رغم الخصوصيه ورغم محدوديه المصادر ورغم التحولات ورغم الضوصه، يقف الحقيقه الحركه الى حد ما مفرى ذاك اللي قاعد يسير المؤسسات بشكل جيد. كيف نقول انا منين نزينوا في الصنعه؟ اللي نقولها بعد. اذا وبالتالي احنا نحاول قلت في نقاش وذاك نسعى في الحقيقه عقب ذكر الخمس نسعى الى انه الحكومه الصحراويه وندعيها بهذه المناسبه على انه جعل الاتحاد العام للعمال الصحراويين جزء من اليات النقاش. قال ان برنامج الحكومه الصحراويه في بعض جوانبه من المهم جدا يشارك الاتحاد العام للعمال الصحراويين في مناقشته، لانه هذا قاعد لانه اللي ينفذه هم العمال في المؤسسات. اذا ما يدعو الاتحاد العام للعمال الصحراويين يعني غير معني بالخطط، غير معني بالبرامج، ما هو شريك، ما هو محاور. الحق الوقت باش الاتحاد العام للعمال الصحراوي يعود محاور حقيقي وشريك حقيقي في اليات ونقاش النقاش الوطني المتعلق ببرامج الحكومه، بتسيير المؤسسات، بواقع العمال. الحق الوقت، وهذا في حد ذاته يخدم بناء حركه عماليه صحراويه للمستقبل يعني فعلا قويه ومؤهله. وبالتالي احنا الان نطلع الى مزيد من النقاش من خلال يعني الاتصال مع الحكومه ومع الياتها لتفعيل دور العمال. يقف في الحقيقه تبقى مساله اساسيه عندي عنه احنا كعمال وكعاملات في الحقيقه يالتو ما يردنا صعوبه الوقت ولا قله الاستفاده، نقول انا بصحيح العباره، والله عن الفضه قليله، والله عن الاستفاده ما هي خارقه، والله عن الواقع مفتوحين صعب فعلا، يعني ميادين ثانيه اهله يعني يستغنوا بسرعه، واحنا ودرج اللي في المؤسسات العموميه عنده معاناه فم. هذا واقع حقيقي. قال العلاج يا العمال يا العمال العلاج ما هو باخلال المؤسسات الوطنيه، ما هو بعدين صاحب الطبشور يخلي عن الطبشور وصاحب الدقه يطرحها عنه وصاحب القلم في التلفزيون يطرح قلمه وصاحب الاداره في الشهيد الحرب يطرح قلمه والممثل في السفاره يغادر سفارته والمقاتل في ناحيته يغادر ناحيته. ابدا
هذا لا يمكن. احنا قدرنا هو ان نصبر، نستمر، نقاتل، نجوع، نعطش، نستعرض، وياتي اللي يغيرنا. والمثال ما هو ذاك الانسان عندنا وعاد بطري بن عشنهم وعاد بوتو زينه، ولا ياتي غيرنا ذاك اللي دفع هوك ودفع هوك وعاد عنده كذا، ولا ياتي غيرنا. ذاك التاريخ امتد 50 عام من الشهداء من التضحيات، ياتي غيرنا عنه قضيتنا عادلة، ياتي غيرنا عنه شعبنا مشتت، ياتي غيرنا عنه أسرانا في منطقات الاحتلال، ياتي غيرنا على أن الشعب قذيل في منطقة أعداء وفيها يحاولوا يقضوا عليه، يحاولوا يعني ينهوه من هذا الكوكب. وبالتالي في الحقيقة راهو مصلحتنا، مصلحة الصحراويين، ومصلحة ذاك الواحد فهمه شخصي، ومصلحة ذاك اللي حاكم جنسية مادة ثانية وحاجة عنه جادل عنه منها. نفهم كاملين عن راه قدرنا ومصلحتنا ومصلحة أولادنا وبناتنا ودوك اللي يجون بعدنا والأجيال القادمة. مصلحتنا الحقيقية ذيك اللي قالت تجربة البوليساريو يوم 10 ماي 1973، هو تحرير الصحراء، هو قيام الجمهورية العربية الصحراء والديمقراطية اللي عيدها الشهيد ولي يوم 7 فبراير 76. هذا هو الخيار. وبالتالي هذه المسيرة وهذه القضية وهذا يعني هذا التواصل وهذا الحق الإجماع اللي ماشي في الصحراويين ما يرطو، يعود عنده من النهاية ما هو نهاية واحدة، هو استغلال. وحد يعتقد على أن احنا من مدة يخلع هذاك ولا يخوف هذاك، ولا عارف عاد عندهم تكنولوجيا، ولا عاد عندهم درونات، ولا عاد عندهم شيء ما يجسس عليك، ولا عاد عندهم شيء يجيب عليك بأخبارك، ولا عاد لك. احنا ما يخلعنا لأن أصحاب حق. يخلع لا حد ما عنده قضية، يخلع لا حد مهموم بقضيته، يخلع لا حد ما عنده أولويات. احنا ننتمي إلى شعب ما يخلع، ما يستسلم، ما ينهزم. شعب قدره هو المقاومة، قدرنا هو القتال، قدرنا هو الدفاع عن حقنا إلى غاية الحصول عليه. شيء ثاني راه ما هو خارج. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن الأخ سلمى البشير، دها من الوقت كنت أريد أن أطرح لك سؤال موضوع يعني تجسيد شعار المؤتمر 16 للجبهة، ولا هو استكمال يعني تصعيد القتال لطرد الاحتلال واستكمال السيادة، لكن دها من الوقت. فقط كلمة أخيرة قبل ختام هذا البرنامج. شكرا جزيلا. كلمة أخيرة هو لا استقرار ولا سلام قبل العودة والاستقرار التام. تصعيد القتال لطرد الاحتلال واستكمال السيادة، كل وطن أو الشهادة. العهد اللي بيننا كاملين يا صحراويين ويا صحراويات يسوى منين ويسوى منين قاعد، ويسوى متمونك ولا بنك متمونك، وبدارك والله بلا دار، وفي خيمة ولا في طلحاية ولا في قصر، ولا تحكم يوذا هوك ولا هوك، ولا عندك موسى ولا كارطي، ولا عندك بقيت تعود. يا صحراويين لا يغركم حد، لا يغركم حد. مصلحتكم الوحيدة التاريخية والسياسية والأخلاقية والإلهية هو الالتفاف حول الجبهة الشعبية، هو الانتماء للجمهورية العربية الصحراوية والديمقراطية، هو التمسك والدفاع عن الوحدة الوطنية، والدفاع عن جيش التحرير الشعبي الصحراوي، والدفاع عن مكاسبنا، والاستمرار في هذا النهج العظيم الرائع اللي معالمه بارزة إلى غاية تحقيق النصر والاستقلال وقيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من طاح شمالا إلى القبيلة جنوبا. السلام عليكم. شعار واضح لتصعيد القتال لطرد الاحتلال واستكمال السيادة. إذا الأمين العام لاتحاد الساقية الحمراء ووادي الذهب الأخ سالم البشير، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا جزيلا.